السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد مبروكي. النهاردة إن شاء الله هنكمل شرحنا للراوتر MR3020 واستخدامه في البنتريشن تيستنج. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إضافة الذاكرة الخارجية، تمام، واستخدامها في تثبيت السوفت ويرز أو الباكجز على الجهاز. نشوف، في الدرس اللي فات اتكلمنا عن تثبيت البلب ستون على الجهاز من خلال TFTP، تمام، ولو الجهاز عندك عليه اصلا اوبن دبليو ار تي او دي دي دبليو ار تي، فتقدر ان انت تثبته من خلال الويب يو اي من غير ما تستخدم التي اف تي بي. تمام، ده الجهاز معانا، انا اوريدي وصلته على الباور والجهاز شغال دلوقتي. بس قبل ما نبدا عايزين نبص على الجهاز او على الفلاشه اللي احنا نستخدمها. انا استخدم فلاشه 32 جيجا بايت، قسمتها 4 جيجا معانا لينكس سواب، تمام، دول عشان نستخدمهم ان هم يساندوا في الذاكرة العشوائية شوية. وفي عندنا هنا ال EXT4، وده الفايل سيستم اللي هنستخدمه ان احنا ننسخ عليه الروت اف اس، تمام، او الملفات بتاعة السيستم بتاعنا. طبعا بنستخدم اي بارتيشننج تول على الويندوز، انا بستعمل الميني تول بارتيشن ويزارد الاصدار الفري منها. لو انت على اللينكس تقدر تستعمل جي بارتد، تمام، او اي تول تانية انت بتحبها. المهم يكون عندنا البارتيشن الاولاني EXT4 والبارتيشن التاني لينكس سواب، تمام. طبعا على حسب ما تحب ممكن تستخدم فلاشة المساحة بتاعتها 8 جيجا بايت او 16 زي ما تحب. انا استعمل المرة دي 32 على امل ان الجهاز يستحمل معايا. احاول ان شاء الله خلال الفيديو ما يكونش في اي مونتاج او تقطيع، عشان لو في اي مشكلة واجهتها فتكون موجودة في الشرح عشان لو واجهت حد تاني. ولو في أي مشاكل ما ظهرتش معانا في الفيديو وظهرت معاك وأنت بتطبق، تقدر تكلمني وإن شاء الله نحاول نحلها مع بعض. دلوقتي بعد ما عملنا فورماتنج للفلاشة بالشكل ده سواب و EXT4، هنعمل لوجن على الجهاز بتاعنا، تمام، زي ما اتفقنا الباسورد روت ده الديفولت. اول حاجة هنحاول ان احنا نعمل كونكت على شبكة، ونفترض هنروح على النتورك هنا على الوايرلس، هنعمل كونكت. عشان نعمل كونكت طبعا عندنا الراديو هنا بالوايرلس، تمام، هنعمل سكان. عندنا زي ما حضراتكم شايفين دي الشبكة اللي انا استخدمها، جوين نتورك. بعد كده نكتب الباسورد، مش هتعمل حاجة أكتر من إن تكتب الباسورد ده، تمام. بعد كده صمت، هتنتظر لحظات وبعد كده هننزل تحت ونضغط على سيف أند أبلاي. هتنتظر ثواني، زي ما حضراتكم شايفين في الاسوسيتد ستيشن هنا في عندنا الشبكه بتاعتنا ظهرت، والمود بتاعنا كلاينت، يعني احنا كده بنستخدمها كلاينت. ولو بصينا فوق هنا في الوايرلس اوفر فيو برضو في عندنا هنا انترفيس جديده ظهرت والمود بتاعها كلاينت، تمام. ممكن برضو نروح على انترفيس زي ما نتاكد، هنلاقي ظهر عندنا ال W1، تمام، وده عباره عن اننا كلاينت على الشبكه دي، تمام. البروتوكول اللي احنا بنستخدمه دي اتش سي بي، فمش واخدين اي بي ستاتيك، تمام، وده الاي بي بتاعنا. هنحاول ندخل على الجهاز بالاس اس اتش استخدام البيوتي او اي كلاينت تاني عندك. طبعا دلوقتي في اكتر من انترفيس في نفس الجهاز. الانترفيس اللي احنا بنشتغل بيها اللي احنا بنستخدمها دلوقتي اللي هي بتاعت اللان، فالاي بي بتاع الجهاز فيها هو 192.168.1.1. اما لو احنا كونكتد على الشبكة دي، تمام، فهيكون الاي بي بتاع الجهاز هو اللي اخره 0.107، تمام، دوت 1.1. زي ما اتفقنا اليوزر والباسورد هما بتوع الويب يو اي روت روت، تمام. هنشوف لينا انترنت اكسس دلوقتي ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين في انترنت اكسس،
هنسيب ال SSH session دي مفتوحة، وبعد كده هنروح على ال System Software، هنعمل Update Lists، نتأكد إن كل حاجة تمام وإن ال Repos مظبوطة. طبعا احنا دلوقتي بنشوف السيرفرات الخاصة بال Package Manager. ال Package Manager اللي بيستخدم هنا الأساسي هو اسمه OBKG تقريبا، ايوه هو ده تمام، او بي كي جي. زي ما حضراتكم شايفين ظهر هنا كل الباكجز اللي تقدر تستخدمها، في حاجات خاصة بالاسترسك مثلا، ده بيستخدم في الفويب، في عندنا منه هنا كتير طبعا، دي كلها لايبراريز وموديولز وبلوجنز تقدر تستخدمها مع الاسترسك، في حاجات كتير، في الاف الباكجز هنا. زي ما حضراتكم شايفين في هنا تعريفات الكروت الوايرلس، لو احنا نستخدم مثلا يو اس بي هاب مع الجهاز ده ومحتاجين نوصل اي وايرلس موديول كاضافه وعايزين التعريف بتاعه، فهنا الفريم ويرز بتاعتهم تمام. في هنا حاجات كتير برضو، في باكجز كتير، في حاجات خاصه بالاي في ار دايود، طبعا الاي في ار دايود ده بيستخدم مع الاردوينو مع اتم الميكرو كنترولرز بشكل عام تمام، تقدر ان انت تستخدم الاي في ار دايود انك ترفع كود على الاردوينو مثلا وعلى البوردس المشابهه للاردوينو. كاختصار يعني لو محتاجين تعرفوا اكتر ممكن تقلب في الباكج السنه او تبحث عن اي باكج انت بتستخدمه، ونفترض ممكن نبحث عن ان ماب. زي ما حضراتكم شايفين ان ماب موجوده، ممكن تبحث عن بايثون. زي ما حضراتكم شايفين كده في results كتير، زي ما حضراتكم شايفين في مكاتب كتير موجودة هنا تقدر انك تستخدمها برضو، تقدر تبحث عن سكابي مثلا، ودي library بتستخدم في النتورك موجودة، حاجات كتير ممكن تبحث عن جون مثلا الأداة اللي بتستخدم في البروت فورس. اوكي مش موجودة، طبيعي ان في حاجات تكون موجودة وحاجات تكون مش موجودة تمام. طبعا الافيلابل دي الحاجات اللي مش متثبتة عندك، والانستول دي الحاجات اللي متثبتة عندك. اول حاجة هنعملها دلوقتي هنبحث عن يو اس بي، اوكي كيمود يو اس بي تمام. اتش اي دي كيرنل سبورت فور يو اس بي اتش اي دي ديفايسز such as keyboard and mice، دي احنا مش محتاجينها. اوكي مفيش مشكلة، تقريبا موديول احنا لازم نثبته تمام، كي موديول اس بي ستورج ممكن نحتاج ده، بس في موديول تاني اهم منه. اول حاجة هنعملها دلوقتي ان احنا نحاول ان احنا نثبت او نوصل اليو اس بي بتاعنا ونشوف هيقرأ ولا لا، لو ما قرأش بعد كده هنثبت الموديول الخاص بيه تمام. دلوقتي هنشيل ال يو اس بي من الكمبيوتر وهوصله في الجهاز بتاعنا. تمام دلوقتي انا وصلته، هنرجع هنا على التيرمينال او على الاس اس اتش سيشن بتاعنا ال اس دب اس بي. زي ما حضراتكم شايفين كده قرأ معانا ال يو اس بي، فاحنا مع اصدار البلب ستون مش محتاجين ان احنا نثبت اي اكستنشن عشان يقرأ معانا الفلاش تمام. قارئ معانا البارتيشن الاولاني بتاعنا اهوت، قارئ معانا البارتيشن التاني، وممكن نتأكد برضو من اف ديسك. اف ديسك ال اف ديسك مش موجود تمام، مفيش مشكلة ممكن نثبته، بس احنا مش محتاجين نثبته دلوقتي، اللي احنا محتاجينه ان احنا نفعل سي اتش روت او هندمج
الذاكرة الخارجية بتاعتنا بالذاكرة الداخلية بتاعت الجهاز. أول حاجة نروح بس نتأكد من السيستم ماونت. شوفوا حضراتكم هنا زي ما شفنا المرة اللي فاتت الذاكرة كلها على بعضها لا تتعدى 64 ميجا بايت. احنا محتاجين ان احنا نوسع الذاكرة دي او نكبرها ونزود تحت هنا سواب. اول حاجة نعملها نزود السواب، هنضغط على الاد، بعد كده هنختار من هنا الديفايس. زي ما حضراتكم شايفين عندنا ال25 جيجا بايت اللي احنا قسمناهم، وعندنا هنا ال4 جيجا بايت اللي احنا قسمناهم. هنختار ال4 جيجا بايت وهنعلم على enable this swap وهنضغط على save and apply. كده بعد ثواني هيكون مفعل معانا السواب، وطبعا هتتفعل بشكل كامل بعد اول ريبوت. هننزل تحت هنلاقيها اتفعلت، تمام، هتتفعل بشكل كامل برضو بعد ريبوت. بعد كده الماونت بوين هنضغط على اد، هنضغط على enable this mount. بعد كده من ال UUID هنختار ال 24 جيجا بايت اللي احنا اخترناهم. بعد كده الماونت بوينت هنختار root file system. على طول لما تختار root file system هيظهر معانا الأوامر اللي المفروض تستخدمها عشان تنسخ ال root fs على الذاكرة الخارجية اللي معاك. هناخدهم أمر أمر وهنطبقهم في ال SSH session اللي معاك. ماونت وباين، تمام، ده مش محتاج تغيير. طبعا لو البارتيشننج او عملية البارتيشننج اللي انت عملتها استخدمت مثلا عملت السواب في الاول وبعد كده عملت الذاكرة الاكسترنال اللي انت تستخدمها، فبدل SDA هيبقى SDA2 بدل 1، تمام، بس عندنا SDA1 مظبوطة تمام مفيش فيها اي مشكلة. فاحنا نراعي ان نكون فاهمين الاوامر دي واحنا بننفذها. هنا ماونت ديف اس دي اي 1، تمام، ده بيعمل ماونت للبارتيشن ده في المسار ده عشان يبدا ينسخ عليه الملفات بتاعه السيستم. فاتاكد ان الاس دي اي 1 هو الاي اكس تي 4 اللي احنا عملناه في البرنامج ده، تمام، مش السويت. هنرجع تاني ننفذ الامر، تمام، مفيش اي مشاكل. طبعا لو انا عملت هنا S3A2 بالغلط فيحصل معانا هنا مشكلة، مش هيرضى يعمل ما. هنرجع للأوامر، برضو ملاحظة لازم يظهر معاك الأوتبوت ده لما بتيجي تستخدم الأمر بتاع التاور، تمام، الأمر ده لما تيجي تستخدمه لازم يظهر معاك نفس الأوتبوت ده بالظبط ولازم ينتهي معاك من غير أي ايرور. بعد كده هنعمل unmount. لو حصل مشكلة معاك في الـ unmount الأخير ده جرب اعمله بعد ثواني تاني، تمام، مفيش أي مشاكل لحد آخر أمر. لو حصل معاك أي مشكلة في أي أمر منهم فأتوقع إن الطريقة متنجحش معاك. دلوقتي بعد ما خلصت تعمل save and apply. تمام، دلوقتي طبعا لو بصينا على الماونتد فايل سيستمز هنلاقي برضو لسه لا يتعدى ال 64 ميجا بايت. ولو رحنا على الستاتس اوفر فيو هنلاقي مفيش اي تغير في الميموري، مفيش تغير في اي حاجه، كل حاجه زي ما هي، تمام. ده طبعا عشان احنا لازم نروح على السيستم ونعمل ريبوت للجهاز. هنضغط على بيرفورم ريبوت، وطبعا مش محتاجين نقول ان احنا منشيلش اليو اس بي من الجهاز خالص خالص بأي حال من الأحوال. وهو بيعمل عملية البوت ولسه الجهاز في عملية البوت او هو بيعمل ريبوت دلوقتي محدش يشيل اليو اس بي من الجهاز خالص. هتتعامل مع الفلاشة دي ان هي جزء من الجهاز بتاعك، ما هتشيلهاش تاني من الراوتر نهائي، تمام. طبعا لو محتاج انك توصل يو اس بي ديفايس زيادة، عايز توصل مثلا ار تي ال اس دي ار، عايز توصل او توصل يو اس بي مودم، عايز توصل واي فاي ادابتر من خلال يو اس بي، فهتستعمل يو اس بي هاب. دلوقتي الجهاز خلاص عمل عملية الريبوت وفتح معانا، هنستخدم الباسورد بتاعنا روت وهنعمل لوجن، تمام.
زي ما حضراتكم شايفين تحت الميموري ظهر عندنا السواب، ودي ما كانتش ظاهرة قبل كده نهائي. تمام، هنروح على سيستم ماونت. زي ما حضراتكم شايفين كده ظهر عندنا ديف اس دي اي، دي اللي احنا عملنا لها الماونت، وظهر عندنا المساحة هنا بتاعة الجهاز 22 جيجا بايت. تمام، وعندنا فري 21 جيجا بايت. تقدر بعد كده ان تروح على الصفحة بتاعة السوفت وير وتثبت الادوات اللي انت عاوزها براحتك. قبل كده ما كناش نقدر نعمل ده لان المساحة الفري اللي كانت عندنا هنا كانت تقريبا لا تتعدى ال 3 ميجا بايت. زي ما حضراتكم شايفين نقدر نبحث دلوقتي مثلا على الانماب. تمام، هنضغط على انستول. اوكي، طبعا كل خطوة من دي بتنتظر فيها لحظات لان هو بيحمل الباكج وبعد كده بيعمل لها تثبيت. فحضرتك لما تضغط على انستول تصبر لحد ما يخلص. لو الموضوع ده بيسبب لك مشاكل ان هو حضرتك تستنى لحد ما هو ما يخلص ومفيش اي اوتبوت قدامك، فممكن تروح على ال SSH وتستعمل امر اللي هو OBKG. تمام، اللي هو الباكج مانجر، وتستخدمه ان انت تثبت الادوات بتاعتك. وممكن برضو تثبت الابس او الابي تي. تمام، وده لو ثبته تقدر برضو تستعمله كباكج مانجر على الجهاز بتاعك عادي. دلوقتي هو خلاص configuring ان ماب، ده الاوتبوت بتاع الامر بيظهر في الاخر خالص بعد ما يثبت الاداه بتاعتك. كده خلاص الاداه تم تثبيتها بنجاح. هنروح على ال SSH، ممكن نستخدم الباور شيل. مفيش مشكلة. تمام، لو كتبنا ان ماب هنلاقي الأداة موجودة معانا، مفيش أي مشكلة. طيب عايزين نثبت أداة تانية، ممكن نثبت البايثون مثلا و package install python. ممكن نشوف البايثون 3 موجود ولا لأ. تمام، البايثون 3 موجود. الإصدار اللي موجود هنا بايثون 3.6.12. تمام، ده إصدار البايثون اللي هو بيحمله دلوقتي. طبعا كل المكاتب دي خاصة بالبايثون. طبعا دلوقتي بقى معانا لينكس ماشين والمساحة الفري عليها 22 جيجا بايت. تقدر تثبت الأدوات اللي حضرتك محتاجها زي ما انت عاوز، يا اما من الباكج مانجر يا اما تثبتها من السورس زي ما انت حابب. بس طبعا في الأول والآخر هنا مثلا قدامنا اللي هي كراك ان جي، طبعا في الأول والآخر لازم نراعي الإمكانيات بتاعة الجهاز اللي احنا بنستخدمه. الجهاز إمكانياته إمكانيات راوتر عادي، يعني هو معمول عشان يأوبريت كراوتر مش أكتر من كده. فلازم نراعي ان مش كل الادوات هتشتغل بكامل طاقتها على الجهاز. بس برضو في نفس الوقت جهاز مثلا زي الواي فاي باي نابل الامكانيات بتاعته قريبة جدا لامكانيات الجهاز ده، قد لا يكون يعني مش بيزيد عن امكانيات الجهاز ده في حاجة كتير. في برضو الجهاز اللي هو ER150 GL ER150 تقريبا GL ER150 اللي هو الجهاز ده. الجهاز ده من ناحية الهاردوير أقوى بكتير من الـ MR3020 ومساوي بالظبط، يعني هو أقوى بشوية من الـ MR3020 وبيساوي بالظبط إمكانيات الواي فاي باينابل، وتقدر تثبت عليه السوفت وير بتاع الواي فاي باينابل. بس طبعا نراعي واحنا بنشتري نراعي الإصدارات، لأن كل شركة بتنزل إصدارات مختلفة من نفس المنتج.
مثلا الام ار 3020 في البدايه كان بينزل الشيب ست بتاعته من شركه اثيروس، لكن دلوقتي الشيب ست اللي بتنزل بقت من شركه ميديا تك، وده طبعا بيختلف اختلاف كبير. بهنا نكون وصلنا لنهاية الدرس ده، وإن شاء الله في الدروس الجاية هنشرح إزاي نستخدم الـ USB Hub مع الجهاز ده، وإزاي نستخدم الـ AirCurrect معاه، أو نستخدم الـ External USB Wi-Fi Adapter، وإزاي برضو نستخدمه مع الـ RTL SDR. بتمنى إن شاء الله لو عجبكم الشرح تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وسبسكرايب، ويا ريت شير يعني. بشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.